أمل صباح الخير. فرص كتيرة معنا اليوم. الفرصة الأولى ببرمانة حيث مطلوب مساعد صيدلي للعمل بصيدلية بدوام بعد الظهر على أنه يكون السكن ضمن المنطقة. لكل المهتمين اتصلوا على 03-949-4427. منروح على الرياض حيث مطلوب عدة موظفين لمطعم إيطالي مثل مدير مطعم ومساعد له بالإضافة لهيد شيف مع خبرة سابقة بمطعم إيطالي. لإرسال السي في الإيميل sara.zatari@mca-ps.com. أما بالنبطية مطلوب ممرضة مع إذن مزاولة مهنة وسنتين خبرة مع الأطفال حديثي الولادة. تفاصيل أكثر عبر واتساب على 81-751-721. فرصة جديدة بطرابلس حيث مطلوب ديجيتال ماركتر. إذا مهتمين بعتوا السي في على candidate@khuburat.org.lb. وعلى طريق المطار مطلوب سائق رافعة صغيرة. إذا مهتمين تصلوا على 76-410-400. ننتقل لفرصة عمل جديدة بنيجيريا حيث مطلوب شوروم مانجر لمعمل مفروشات بالإضافة لنجار مع خبرة عالية. إذا مهتمين بهالفرصة بعتوا السي في مع صورة على karimfnash@gmail.com. أما بصور مطلوب مدير محطة بنزين والأفضلية لسكان المنطقة. تقدروا تتواصلوا عبر واتساب على 78-823-618. بالأخير بدي أذكركم بالإيميل الخاص ببرنامجنا يلي هو صباح اليوم @aljadeed.tv. تقدروا ترسلونا إذا عندكم فرصة عمل حابين أذكرها ومن دون مقابل. هيدا كان كل شيء من سوق العمل لليوم، وعودة لفقرات صباح اليوم.